بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم بدر مستر فيفا السي. بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 جربتهم كلهم، راح اقول لكم رايي بناء على طلبكم في تويتر. كثير طلب مني قال نبغى رايك بما انك جربت الجهازين. قبل لا اتكلم عن الجهازين يا صاحبي، اتمنى انك تشوف الفيديو وتفهم ان هذا رايي شخصي، ممكن يجوز لك ممكن ما يجوز لك، ولا تاخذ كلامي ورايي على انه هو الصحيح. وحتى في يوتيوب بشكل عام، يعني لا تشوف فيديو وتقتنع بكلامه وتاخذ الجهاز بناء على قناعته هو، لا، انت شوف الجهاز وانت تحدد الجهاز اللي يناسبك. عموما على فكره ترى محبي الاكس بوكس عشان تكون بالصوره، سعر الاكس بوكس 499 دولار، طبعا بيجينا حاليا غالي لان توه نازل ولا نزل هنا بشكل رسمي. فبيجي معه يد تحكم وسلك اتش دي ام اي والكنكت، والاكس بوكس يحتاج ترى اشتراك ذهبي لمده سنه، السنه ب 50 دولار زي ما هو قدامكم في الصوره، احيانا تزود 5 دولار واحيانا تنقص شوي. السعر زي ما تشوفون الان دوحه، اعتقد انت عيونك ما تشوف زين، فخلني اغير لك الصوره هذه اوضح لك يا دوحه. طيب البلاي ستيشن 399 دولار سعره، اعتقد انه على وشك ينزل هنا بشكل رسمي بعد اسبوع الظاهر. بيكون سعره في عالم سوني على حسب ما قريت ب 1799 ريال، طبعا مع ضمان. يجي معه يد التحكم والهدمي اللي هو الاتش دي ام اي وشاحن لليد. واللي يسألني هل اشتري الان او انتظر، يا صاحبي انا انصحك انك تنتظر لين تشتري جهاز بضمان، سواء كان اكس بوكس 1 او كان بلاي ستيشن 4. واجهة الاكس بوكس يا صاحبي صارت مقاربة وتحاكي تقريبا ويندوز 8، اللي عنده ويندوز 8 راح على طول بيفهم ويعرف المقصد من الداشبورد الجديد حق الاكس بوكس، اعتقد يسمونها المترو او شيء زي كذا. عندي شخصيا الواجهه ما عجبتني، اشوفها معقده جدا. انا اهتم بالداشبورد او اهتم بالقوائم لاني اقعد كثير من وقتي قبل لا العب او بعد الايام اللي العبها، اقعد عليه سواء اقرا الرسائل او على البارتي شات وغيرها. هذه للاسف في الاكس بوكس من وجهه نظري صارت سيئه جدا جدا جدا. لو تلعب فيفا وتضغط ستارت بتشوف المسج، اضمن لك راح تنتهي 30 ثانيه وانت يلا قريتها، بعكس اللي قبل الاكس بوكس 360 انك بضغطه زر الا داخل مسجات. واجهه البلاي ستيشن اشوفها ابداع، بسيطه واضحه، التنقل فيها وبين الرسائل والبارتي يا شيخ والله يفتح النفس، سهل وواضح. حتى الاعدادات حقت الشاشه، انك اذا بغيت تغير الاتدير ريزولوشن او تغير اعدادات الصوت، بشكل عام الاعدادات نفس السابق لكن تحس انها تطورت شوي. يعني اذا كنت عارف النظام القديم ما راح يختلف عليك الجديد، اللهم انك تشوف التطور. واشوف من ناحيتي واجهه البلاي ستيشن سواء بالرسائل او بالبارتي، البارتي يا حبيبي ابيك بس تدخل يوم في البلاي ستيشن وتتكلم بالبارتي، اول شيء نقاوه الصوت، التكست فيه اذا بغيت تكتب، اذا بغيت تسمي البارتي، كيف يرضهم لك على اليمين، شغلات صراحه تفتح النفس في البلاي ستيشن. والستور برضو في البلاي ستيشن اشوفه افضل من الاكس بوكس. الكنكت، الكاميرا او الكنكت ما يهمني لاني انا كنت ضده من الاساس، اعتقد ان الكاميرا اللي مع الاكس بوكس الكنكت رفعت سعره تقريبا 90 او 100 دولار وغصب انك تاخذها لانه يجي مع الجهاز. هذا من شريتها، من شريت الجهاز والله اني ما فكيتها الى الان اللزقه فيه، مع ان في كثير تجربه محركات هذه اللي هي الاوامر الصوتيه زي اكس بوكس اون اكس بوكس اوف والامور هذه، وكثير برضو يمدحونها في الالعاب اللي تحتاج كنكت، لكن انا شخصيا ما استخدم الكنكت ولا احب اني اتعامل مع الكاميرا في نفس الجيم. السوني الكاميرا ما انت ملزم انك تاخذها، اذا حبيت تاخذها تشتريها الحال ما عندك مشكله تشتريها، طبعا فيها اوامر لكن اقل بكثير من الكنكت. على طار الكنكت، التويتش في البلاي ستيشن تقدر تبث يا صاحبي جاهز بضغطه زر، تقدر تبث لقناتك وتختار الصفاوه اللي انت بيها، واذا حبيت ان جيت تبث يغير التغريده او بتويل لتويتر او يرسل للفيسبوك انك بديت البث. هذه حركه جميله ترى غير موجوده في الاكس بوكس، غير موجوده حاليا في الاكس بوكس، راح تتوفر ان شاء الله قريب في الاكس بوكس. الاكس بوكس يا صاحبي 1 في مدخل هدمي اتش دي ام اي، اذا حبيت تشبك عليه الريسيفر وتقدر تلعب وتصغر الشاشه الريسيفر وتكون في الزاويه، بحيث انك وانت تلعب تكون الشاشه الريسيفر فوق في الزاويه، وهذه اهم ميزه بمدخل الاتش دي ام اي للاكس بوكس. يعني يحاولون يخلون لك اياه جهاز ترفيهي. ولا ننسى سكايب، سكايب صراحه برضو فيه جميل، كلمت واحد في سكايب وكان الصوت صافي وواضح وما قطع وكان تمام التمام.
بالنسبه للستور الاكس بوكس وبلاي ستيشن، في الاكس بوكس شريت لعبه ديد رايزنج وحملتها، واكاونتي امريكي وانا في السعوديه، انا في الرياض، حملتها وما قال لي اي مشكله، ما قال لي عندك الفي بي ان او عندك انت خارج النطاق او خارج المنطقه، لا شريتها وقبل معي وحملها معي وما في اي مشكله. ونفس الشيء في البلاي ستيشن، حملت عفوا حملت اللهم صل على محمد، حملت نيد فور سبيد من ستور، شريتها وحملتها وبرضه نفس الشيء بدون اي مشاكل الحمد لله. لكن في الاكس بوكس شريت حلقه ديد ذا ووكينج ديد، شريت حلقه اعتقد كانت ب $2 او $3، اخذ مني الدولارات ولا خلاني احمل، قال لي انك ان الريجن عندك لك او انك اوت اوف ريجن شيء زي كذا، ان المهم انه رفض وطلع لي علامه تعجب احمر يا حبيبي، بغيت اطفي الجهاز من الخوف. وش بعد يا صاحبي، اذا على فكره اذا كنت من الناس اللي يحبون الافلام البلوراي، اذا كنت من الناس اللي يطلب من امازون البلوراي وتشغله عندك على الاكس بوكس او على البلاي ستيشن، ما عندك مشكله، كل الجهازين راح يشغلوا لك ان شاء الله البلوراي. لكن الاكس بوكس ما يدعم 3D بالبلوراي، انتبه لهذه الملاحظه، ترى كثير من الشباب يطلبون البلوراي 3D، الاكس بوكس ما يدعم 3D بالبلوراي. بلوراي يا اخي، كل ما قلت 3D بلوراي احس اني بعكس السوني، السوني 4 بلاي ستيشن 4 يدعم بلوراي 3D، فهذه برضو نقطه ايجابيه زياده للبلاي ستيشن. يد التحكم حقت البلاي ستيشن صارت ممتازه، مسكتها مريحه، بالذات ان ضغطت التريجر اللي ورا الزر اللي هو R2 والL2، جربته اول مره تجربهم راح تحس انها غريبه شوي، لكن اضمن لك يا صاحبي مره مرتين اللي انت متعود عليها، ورجعت اليد القديمه بتقول في شيء غلط، يعني بتلاحظ ان شاء الله اليد، وعلى مسؤوليه انها راح تعجبك ان شاء الله. يد الاكس بوكس 1 برضو صارت افضل، واخيرا اخيرا حطوا الباد، انك الاسهم حطوها بشكل فعلي، والانالوج اللي يشتكون من القديم ويقولوا ان اصبعه يزلق يا دوحه، تو اذا كان اصبعك يزلق يا صاحبي الان ما راح تعاني، لان الانالوج تحسها مجوفة شوي من الداخل، تحس ان اصبعك مسك فيه مسك عليه. بشكل عام داني طولت عليكم، لكن مش اسوي، حبيت ان اعطيك المعلومات اللي انا اشوفها. بشكل عام الاكس بوكس كنت اتوقع انه يكون افضل، الاكس بوكس كنت اتوقع انه يكون افضل، مع انه اعجب الكثير، لكن شخصيا انا اشوف انه يحاول انه يكون اكثر من جهاز العاب، وانا يا صاحبي ابي جهاز العاب، ما يهمني التعقيد والشغلات اللي ما احتاجها، ويظل على فكره ترى جهاز ممتاز، لكن كنت اتوقع او كنت اتمنى انه يكون افضل من انه يصير ويندوز 8، انا ما احب اكره القوائم هذه. السوني البلاي ستيشن اهنيهم على النظام الجديد الرايق للامانه، ما عندي اي مشكله اجلس ساعه ساعتين والله ادور واحوس فيه واشوف المسجات واتمشى وارد على هذا وارد على هذا، وعلى فكره تراه متوالف واكثر اسهل مع الفيسبوك وتويتر، بعكس الاكس بوكس اللي اتوقع قدام بيحلون هالمشاكل. عموما ترى الاكس بوكس بالذات اذا كان توه في بدايته والنظام اول مره راح اعطهم وقت، يجيك التحديثات والاضافات بشكل عام، سواء حتى للبلاي ستيشن يعني. لكن قلت لك يا صاحبي لك الحريه انك تختار بين الجهازين، لا تنسى اهم عامل، اهم عامل قبل لا تاخذ اي جهاز انك تشوف اخوياك راح ياخذون اي جهاز، يعني ما له داعي تاخذ جهاز والشله ربعك كلهم ياخذون جهاز ثاني، فيفضل دائما انك تكون مع اخوياك وربعك. ولا تنسى برضو انك تعتمد على الالعاب الحصريه للجهاز، لان تعرف في العاب حصريه للبلاي ستيشن وفي برضو العاب حصريه للاكس بوكس، فممكن انت انك تقرا وتشوف وش الالعاب المهمه، مع ان لو حبيت اتكلم عن الالعاب بس ما اتوقع في وقت. سعود مستر يوفي الشاشة فرابطه في قناته في الشاشة عندك وتويتر، يعطيك العافية سعود، سعود ما قصر يا شباب، هو اللي سجل لي قوائم البلاي ستيشن لما بعد وصلتني قطعة التسجيل حقت البلاي ستيشن، ألف ألف شكر يا سعود، لا خلا ولا عدم يا صاحبي. بالنهاية يا شباب نقول يعطيكم العافية، مشكورين ونراكم على خير إن شاء الله.